تمشتك تكمشك حي إلهي تكمشك حي شو لا ترى والله أقسم بالله أنت مو طبيعيين مو طبيعي بس تشوفوا واحد من الرفيق تقعدوا تستلموا يا شباب يا شباب يا شباب أنا شايفيني من الرفيق أنا شايفيني من الرفيق زي هلا شوف تمشتك هلا شوف البياقة هلا شوف البياقة مش كل حظانتهم بعرف كل واحد هو بياقة إنه لأي الجريجة تمشتك يا الله إلك فترة غايبة إيه شو بصير يعني وإذا كنت غايبة شو بصير إيش قد عمرك عمري لك قد ايه لفات حالات هلا بس ما شيء اكثر كيف فعلوا ولا كبتوا شيء ونوقوا حريتها وحريتها صير بس لا استحلى بس اما تطلعوا هيك بس قضوها على اللي قلت لك وفزوات شو ما تعملوا شو بدي شو بدي افتح هاي ما افتح تحسن التفاعل يا اخي انا ما بحب ضيع جسمي انا ما بحب هيك ما انتوا شو بتحكوا انتو؟ تمام خلاص لا تخلوني احكي بس يا رب ما أعرف أنت ما كنت تقول بس ما بتصدق أدك على هذا البرنامج هذا يكون عوني هذا يكون عوني والله يا تعلم حلوة معنا ايه هي الفكرة يستمر عليها في جهات اليوم ما بظل حيطلع كثير بس استمر عليها استمر لانه ما انا هم احنا مكتب الناس بدي انا من ايه من معك بس اسمع ينسي مو يتسي بس اني ربي اكتير مع بعضا بس بده صبر بده صبر هلا شوفوا في كتير عالم هلا كنت أعطيك عكساني ما جابت 10,000 مشاهدات ما جابت هيك مشاهدات تمام؟ أخي هم
هوصل لوقت اوكي انا هلا ماني عم بقى لسه ما لقيت الستايل المناسب لإلي بالفيديو تمام. اصلا الفيديو على فكره كثير صعب، انا عم صور بكاميرا سلفيه تمام، ونذكر الاضاءه وكذا وما بعرف شو واللوكيشن ترى ما له شيء سهل والافكار وكذا ما بعرف شو رياضيات وفيزياء كان لازم يوصل للعشرة آلاف تمام، كان لازم يوصل للعشرة آلاف هيك أنا كيف وصلت لهذا الرقم من قبل؟ لكن الناس بتعرفني معلمة، جزء من الناس اللي شافتني أول مرة تكلم مع المعلم الماضي تمام، جزء من الموضة الدارجية شوي. المشكلة موضة الدرجة وقت البقلين يعني بسمع موسيقى ايه عم فكر اني اقلب على الموسيقى وبعدين بصوتي اعملها بعدين ما The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question is in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. هلوشن هيك هلوشن هلوشن لا تلقوني